مشاعر الماضي صورة قدام عينينا رايحة وجاية، كل لما يوم بيعدي بنحن الزمان وعرفنا إن الدم عمره ما يبقى مية، عايشين على أمل إن يجمعنا الزمان. الماضي صورة قدام عينينا رايحة صحيح يا أستاذ وهدان إن جريمة القتل تم الدفاع عن الشرف، بس ده مش معناه إعفاء من ارتكاب الجريمة. أنا مستعد لأي حاجة يحكم بيها القاضي حتى لو كان حكم الإعدام. لا هي إن شاء الله مش هتوصل لدرجاتي. قولي حاجة وهدان، مين اللي كان بلغك إن زوجتك كانت مع مدحت في الوضع ده وخلاك تروح الفيلا في نفس التوقيت؟ محدش بلغني ولا كنت أعرف إن في حاجة زي دي بتحصل. يعني تواجدك في المكان ونفس الزمان كان بمحض الصدفة، وانت فوجئت بالوضع ده حسب اقوالك في محضر الشرطة؟ ايوه. ويا ترى الاستاذ نظمي صاحب الفيلا ممكن يشهد ويؤكد انك كنت رايح له في التوقيت ده حسب اتفاق سابق بينكم؟ اكيد، لان هو ده اللي حصل فعلا، وهي شهادة صاحب الفيلا هتساعدنا في القضية يا استاذ. طبعا، لانها هتنفي حالة سبق الاصرار والترصد، ودي هتفرق كتير في مسار القضية. أنا بس نفسي أعرف إيه اللي لمس هام على الكلب مدحت ده؟ كل شيء هيبان في التحقيقات، مفيش حاجة هتستخبى. يا لهوي يا لهوي يا ستي، يا خسارة شبابك، أهي دي آخرتها. استغفر الله العظيم يا رب، بهو ده أصلها في أصلها، وكانت بتعمل علينا ست الهواني. أصلها كانت بتحب التمثيل وكانت نفسها تطلع ممثلة، بس الحظ بقى ما خدمهاش. بس نجحت في خطتها اللي كانت عاملاها على عمي وهدان وضحكت علينا كلنا. مدحت منه لله، هو اللي اسس لكل ده من الاول، كان عايز ينتقم منكم عشان خلعتيه. يومي خططوا القتل عن وهدان عشان الفلوس، وانتي انتي يا بنتي انتي كنتي عارفه كل حاجه من الاول وما رضيتيش تتكلمي. عارفه ده معناه ايه؟ معناه انك كنتي مشتركه معاهم في اللعبه القذره دي من اولها. كان فين دمك من زمان وانت عارفه كل ده وساكته؟ انتي شياطين غصب عني والله يا ست ميرفت، انا حيالة شغاله عندها ما اقدرش اقول غير حاضر ونعم. بقول لك يا بنت، كل كلمه قلتيها دلوقتي هتقوليها قدام النيابه، فاهمه ولا لا؟ بس يا ست ميرفت ما بسش ولا حاجه، قسما بالله العلي العظيم لو ما نطقتيش بكل كلمه قدام النيابه لا كنت دفناكي هنا في الفيلا وما حدش يعرف الطريق بره. بالراحه يا بنتي، مش كده؟ راحت ايه بس يا دادا؟ دول كانوا عايزين يقتلوا عم وهدان ولا ستر ربنا ولا حصل؟ عارفه لو ما قلتيش كل كلمه قسما العظمه اللي هتشوفي عامل فيكي ايه. فاهمه؟ حاضر يا ست ميرفت، هقول كل حاجه، هقول كل حاجه قدام النيابه ومش هخبي حاجه ابدا. خير يا نسمه، وهيجي منين الخير الان؟
يلا يا ستة قدامي. لا انتي هي يلا عشان اشوفه يا دهان. حاضر يا اختي حاضر. لا حول ولا قوة الا بالله. طمني عليك يا عم، خلاص هتروح معانا؟ لا، وكيل النيابة اداني 4 أيام حبس قابلين للتجديد. طب ليه؟ ده اجراء طبيعي يا بنتي، خصوصا في الجرائم اللي زي دي، وعموما احنا عاملين حسابنا على كده. هي البنت الرسميه شغاله مش اعترفت بكل حاجه، قالت كل حاجه كانت غايبه عننا. استاذ علي كمان طلب يعمل تحريات عن سهام مكان اللي كانت ساكنه فيه قبل كده، وكمان عن الصاله اللي كانت بتشتغل فيها لمعرفه تاريخها وعلاقاتها المشبوهه وكل سلوكيات. طب والاستاذ نظمي ليه؟ سهام كانت ماجره عنده الفيلا. راح له استدعى من النيابه وهيجي بكره علشان يدلي باقواله. قول يا عمي، محتاج ايه يا حبيبي عشان ابعته لك معاه شيء؟ انا مش عايز حاجه، انا كويسه. لا بقى، ده محتاج اكله كويسه تفتح نفسه، وكمان تجيبوا له هدوم وغيار عشان يغير. حاضر حاضر، خلي بالك على نفسك يا عمي. انت اللي تاخدي بالك من نفسك، ما تزعليش، انا راضي بحكم ربنا. اللي مكتوب على الجبين لازم هتشوفه العين. انا كان قلبي حاسس من الاول ان في حاجات غلط كتير بتحصل، انما ما كنتش اتوقع ابدا انها توصل للدرجه دي. ومين كان يصدق ده ان حاجه زي دي تحصل؟ حق يا بنتي، مدحت وسهام بس هنقول ايه؟ الاثنين شياطين واتجمعوا على الشر. وهم خدوا جزاءهم اللي يستاهلوه. ولسه حسابهم عند ربنا كبير، هم اللي عملوه ده يا بنتي كان شويه. انا بس اللي صعبان عليا يا عمي وهدان، انا حاسه انه بيتعذب. ما هي الصدمه كبيره يا بنتي وتهز جبل بحاله. منهم لله. انما المحامي مش مطمنكم يا بنتي. اهو المحامي بيعمل اللي عليه دادا. انا نفسي بقى نخلص والكابوس ده ينزاح. ان شاء الله شده وحزول يا بنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا بنتي. شكرا يا دادا. قولي هشام، وديت الحاجه لعم وهدان؟ ايوه حبيبتي، وديت له كل اللي لزمه، ووصلت بابا كمان لمحطه القطر، وزمانه وصل دمنهور بالسلامه. كان ماشي وهو زعلان قوي على عمي وهدان. ومين فينا مش زعلان يا هشام؟ ولا حصل لعمي وهدان ده شويه؟ ربنا يصبره ويقويه على اللي هو فيه يا رب. Thank you.
ايه اللي بتقوله ده يا نهاجي؟ مش ممكن. وحصل امتى الكلام ده؟ بعد سفر سعادتك روما مباشره. مش ممكن، انا مش قادر اصدق. يا فندم الفلوس كانت على مكتبي، ميس مالي كانت موجوده في المكتب ومحدش غيرها. برضه مش مصدق يا نهاجي. يا فندم طلع الفلوس من دولابها وده اكبر دليل ضدها. نسمه مش حراميه يا نهاجي، لا يمكن تمد يدها على فلوس، انا عارفها كويس. فرضا انها ما عملتش كده، مين اللي خد الفلوس من على مكتبه وحطهم في دولابها؟ وليه عمل كده؟ هي حاجه تحير بس. لا انا لازم افضل ورا الموضوع ده لغايه ما اعرف السر اللي وراه. عموما هنيه ما بتحقق معاها ومصير الحقيقه تبان. تحقيقات ايه بس يا استاذ بعد كل اللي اتقال؟ ما هي رسميه وقالت كل اللي عندها، وتحريات الشرطه والنيابه اثبتت تاريخ سهام المهبب ب60 لو سوء سمعتها. واقوال صاحب الفيلا اللي اكدت عدم الترصد، يبقى فاضل ايه تاني يا استاذ علي؟ الصبر يا استاذ هشام، الصبر. عموما احنا قطعنا مرحله كبيره، وانا في اقرب وقت باذن الله هلتمس الافراج عن السيد وهدان بكفاله، لان الظروف اللي اتحط فيها هي اللي اجبرته على ارتكاب الجريمه، وعنصر المفاجاه متوفر 100%. ويا ترى في امل الموافقه على الالتماس ده ولا برضه هيترفض؟ ان شاء الله هيتوافق عليه، خصوصا ان السيد وهدان ملوش اي سوابق وليه محل عمل واقامه معروف، يعني مش هيقدر يهرب لاي مكان لحين تقديمه للمحاكمه. يا ريت يا استاذ علي، احسن عمي وهدان بقت حالته صعبه قوي. والله يا بنت احنا اللي علينا بنعمله والباقي على الله. يا رب. الله، انت ما اكلتش حاجه يا سعيد؟ ماليش نفس. طب احط لك شاي؟ لا متشكر مش عايز. مالك يا سعيد؟ انا ملاحظه انك انت مش زي عوايد، وعلى طول سرحان كده وبتفكر في ايه. دماغي هتنفجر من كتر التفكير يا شهاب. من ايه بتفكر في ايه؟ نسمه، انا حاسس انها مظلومه وبريئه. معقول لما كانت بتشتغل عندي في القاهره الفلوس كانت بتبقى متلميه قدامها ما بتمدش ايدها عليها، حتى الحساب كانت بتقدم لي كشف حساب بالربع جنيه. معقول واحده بالامانه دي هتسرق؟ معقوله يا جيهان؟ طب بقول لك ايه، ما تروح انت النيابه وتقدم تنازل بصفتك صاحب المال وكده هيخرجوها. برضه مش هينفع، حتى لو انا اتنازلت عن حقي النيابه مش هتتنازل عن حق الحكومه، وهتتحاكم وتتحبس وابنها يشرط. طيب افرض يعني انه البوليس عرف ان هي ضحيه ومظلومه وانه في حد تاني ورا كل الموضوع ده، تفتكر هيحصل ايه؟ هيفرج عنها طبعا، وهترد لها اعتبارها وترجع لابنها وشغلها، وده اللي انا عايز اوصل له. بصراحه يا سعيد انا ضميري بيعذبني ومش قادره استحمل اكتر من كده. انا هقولك الحقيقه اللي كان لازم اقولها لك من ساعه ما رجعت. سعيد البنت دي مظلوم، وانا عارفه مين اللي ورا كل الموضوع ده. عارفه مين؟ مين يا جيهان؟ قولي اتكلمي. انت يا لمعي انت؟ وانا اقدر اقول لا بعد اللي لقيته الست هانم؟ ليه يا لمعي؟ ليه تعمل في نسبه كده ليه؟ يا باشا ما انا عملت كده عشان خاطر الست هانم. الست هانم قالت لك توديها في داهيه؟ توديها في مصيبه؟ يا اخي حتى لو هي قالت لك خلي عندك انت ضمير وقول لا. حاضر يا باشا انا غلطان واستاهل ضرب البلح. دي نسمه يا لمعي، نسمه اللي كنا معاها عيش وملح وعارفينها كويس وعارفين اخلاقها وعارفين شريفه قد ايه، تبهدلها بالشكل ده وتخلي سيرتها على كل لسان. ابوس ايدك ابوس ايدك يا باشا، ما تزعلش مني، حقك عليا انا غلطان. وان كان عن نسمه سعادتك ممكن تجيب لها محامي كبير ويتحكم عليها بست شهور او سنه وبعد كده تخرج بالسلام. والنبي ايه؟ اه والله مش كده ولا مستناكي كده. ايه بس؟ حرام عليك يا اخي، انت ما عندكش دم، ما عندكش ضمير. عندي والله العظيم عندي، بس كنت مريحه شويه كده غصب عني يعني. يلا قدامي على فين يا باشا؟ ولا كلمه قدامي. طب انا صادق. يلا حاضر يا باشا. حضرتك متأكد من الكلام ده يا سعيد بيه؟ طبعا يا باشا، نسمة بريئة، في شخص تاني هو اللي خد الفلوس من مكتب ناجي بيه وحطهم في الدولاب بتاعه. وليه الشخص ده عمل كده؟ قلة عقل بقى يا باشا، يعني بصراحة أنا كنت عايز أعمل فيها مقلب. هو أنت اللي عملت كده؟ أيوه يا باشا، يعني هزرايا وكنا بنهزر، بس ما كنتش عارف سعادتك إن الموضوع هيوصل للدرجة دي. في الحالة دي هناخد أقوالك بشكل رسمي. يا باشا أنا مستعد وتحت أمر حضرتك. طب ونسمة وجيه بيه؟ في الحالة دي هنفرج عنها فورا. طب يا باشا على بركة الله، يا ريت سعادتك بقى تاخد أقوالي عشان أمشي ونسمة كمان تمشي. نسمة بس اللي هتمشي، إنما أنت لأ. لا ليه يا باشا؟ لانك هتتحبس يا لمعي. هتحبس؟ ايوه، وهتتقدم المحاكمه وهتتحبس. يا خبر اسود، انا في عرضك يا باشا، سعيد بيه عشان خاطر اتكلم قول اي حاجه. اتكلم اقول ايه يا لمعي؟ انت فاكر الحكايه سهله كده؟ لا يا باشا ما انت لازم تتكلم، ما هو حضرتك انا ما اقدرش على السجن والبهدله، السجن يا باشا فيه مجرمين، وانا في وسطهم بعمل زي حته العجوة حضرتك، يعني هياكلوني. معلش، لازم تدوق من الكاس اللي كان هتشرب منه نسمة. معلش يا باشا مش هقدر ادوق، انا عارف نفسي، قابل معروف يا باشا والنبي. هتقدر وهتدوق يا لمعي. هدوق يا باشا. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك، حمد لله على سلامتك يا نسمة. الله يسلمك، والله ما أنا مصدقة إن أنا في البيت وشفت جلال بعناي. أديكي الحمد لله جيتي البيت أهو، واطمنتي على سجل جنايم زي الباشا، وهترجعي الشغل كمان. لا يا تهاني، أنا خلاص ما عادش ليا أقعد هنا بعد البهدلة اللي أنا شفتها وسمعتي اللي بقت في الأرض وعلى كل لسان. ما تقوليش كده يا نسمة،
انت خلاص براءتك ظهرت والكل بقى عارف ده. ولو يا تهاني، انا نفسي اتسدت عن الشغل وعن البلد باللي فيها، وخدت قراري خلاص، انا هاخد ابني وامشي. تاخدي ابنك وتروحي فين يا نسمة؟ ربنا موجود في كل مكان ونعمة بالله. ثانية واحدة. ايوه سعد بيه. اهلا وسهلا سعد بيه. اهلا وسهلا، حضراتكم شرفنا هنا بنفسكم. ازيك يا تهاني؟ الحمد لله يا سعد بيه. يا ترى نسمة موجودة؟ سعد البيه والست هانم. الحمد لله على سلامتك يا نسمة. الله يسلمك يا سعد البيه. ازيك يا نسمة، عاملة ايه؟ ان شاء الله تسلمي يا ست هانم. اتفضلي يا نسمة واعذريني اني ظلمتك. ان شاء الله يخليك يا مستر ناك، انت ما كانش ليك غير باللي قدامك واللي شفته بعينيك. الحمد لله ان براءتك ظهرت. انا من الاول كنت واثق من براءتك لان عارف اصلك واخلاقك. الحمد لله. منه لله لا معي. اخد جزاءه والسجن مستنيه. هو هيتسجن؟ طبعا، يا 6 اشهر يا 3 اشهر، هو ونصيبه بقى. على العموم هو يستاهل. امسكي يا نسمه، خلي دول معاكي. ايه ده يستاهل؟ امسكي بس ما تكسفينيش. خديهم يا نسمه، دول عشان جلال مش عشانك. ان شاء الله يخليك يستاهل. ومن بكره ان شاء الله هتستلمي شغلك معززه مكرمه. لكن طبعا يا سعاده البيت، ده حتى نسمه كانت بتقول لي دلوقتي ان الشغل وحشها. خلاص يا نسمه، من بكره ان شاء الله تستلمي الشغل. حاضر حاضر يا مستر ناجي، من عيني. خير يا عمي؟ طمني طمني. هروح معاك يا ولاد. الف الف مبروك يا عمي. الف مليون مبروك يا عمي. الله يبارك فيك يا ولاد. يعني خلاص القضيه دي انتهت على كده؟ لا لسه مدام ميرفت، الاستاذ وهدان خرج بكفاله، يعني لسه في محكمه وباذن الله هياخد حكم بس مع ايقاف التنفيذ. يا ما انت كريم يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. الحمد لله على السلامة، نورت بيتك. الله يسلمك. ده ايه النور ده كله؟ الله يخليك. بس انت ايه اللي جابك؟ انا سمعت انك انت كنت بعافي شوية. كنت جي لك انا لمرهوم. ما كانش في داعي تاني خالص. انا اللي تعبان ولا حاجة، انا صحتي زي البوم. حتى لو تعبان انا حاجة اعز منك يا راجل الطيب. الله يحفظك الله يحفظك. المهم ان احنا خلصنا من الكابوس اللي كان كاتم على نفسنا. الحمد لله يا عمي، ده كان هم وانزاح. الله لا يعودها ايام. انا اللي جبته لنفسي. ما تقولش كده يا عمي، ده قدر ومكتوب. ونعمة بالله يا بنتي. بس برضو البني آدم لازم يفكر قبل ما ياخد أي خطوة. أنا اللي استعجلت وانبهرت بالمظاهر، كان لازم أسأل وأتأكد قبل ما أعمل أي حاجة. يا ريت بقى حضرتك ما تفكرش في اللي فات وانساه خالص. وعلى رأي المثل، يموت المعلم ولا يتعلم. المهم السيرة دي ما تتفتحش تاني أبدا. والأهم من ده كله إن المحامي طمنا بخصوص المحاكمة وإن شاء الله خير. براءة بإذن الله. ربنا موجود. يا ريت بقى حضرتك تطلع اوضتك عشان تستريح شويه. عندك حق، انا فعلا تعبان. يلا بينا. لا لا خليك انت، مفيش داعي تفضلي طالعه نازله كده عشان الموجود في بطنك ده. يا حبيبي انا واللي في بطني فداك. يلا اتفضل يا مدام بيه. اتفضل اتفضل وخد راحتك. اتفضل. يا سلام يا سلام يا سلام يا مدام بيه. ما شاء الله عمك وهدان ده جبل جامد قوي، مرت عليه بلاوي كتيره قوي وظهره ما اتناش زي حته حديد الصلب. يا سلام، وخيرتها الظروف اللي مر بيها دي. بصراحه بابا كانت ظروف صعبه قوي على اي انسان، بس الحمد لله الحمد لله ان ربنا نجاه من زاحه الغمه ورجع بيته بسلام. يا جلال، يا ابني، اتاري العيشه في الدنيا صعبه قوي وما هياش بالسهل. لو تعرف امك شافت قد ايه وقاست. صحيح الدنيا ساعات ضحكت لي وفرحتني زمان، بس العذاب والدموع كانوا اكتر بكتير بكتير قوي. لكن معلش، اهي ايام وعدت وهستحملها بحلوها وبمرها. وكل اللي انا بطلبه من ربنا دلوقتي انه يكفينا شر المستخبي، وان اللي جاي يكون احسن يا رب. يا زمان.
جلال يا جلال، اوعى تروح ناحيه الميه، العب الناحيه دي. حاضر يا ماما. يا حبيب ماما اوعى تبعد بعيد. الله، وبعدين معاك يا ست بايس، حملك على الواد شويه مش كده؟ دارالك ايه يا ست تهاني؟ ايه يا ست الرئيسه اللي على لسانك ليه النهارده؟ امال اقول لك ايه، مش حضرتك الرئيسه بتاعتنا دلوقتي والمشرفه علينا كلنا؟ لازم اقول لك يا ست الرئيسه بعدين تديني جازه. لا يا اختي ما تخافيش من ناحيتي، هو انا اعمل عليك انت رئيسه؟ انت عارفه ان انت اعز الحبايب. برضو الاحترام واجب والمقامات محفوظه في الشغل بس، لكن بينا وبين بعض انت عارفه ان انت اختي وحبيبتي. ايه ده جلال؟ يا جلال ما تبقاش بعيد، تعال العب حواليا هنا. ما تخافيش عليا يا ماما. انا مش عارفه الواد ده طالع شايل مين. عيل يا نسمه، خليه يلعب وينبسط. عيل ده ايه يا ست تهاني؟ ده بقى راجل قد الدنيا وهيتم بكره 6 سنين. يا اختي عقبال ما يبقوا 60. يا رب. بس انا مشغوله قوي بحكايه المدرسه اللي هيخشها السنه دي. وتشغلي بالك ليه؟ هو انت مش كلمتي مستر سعيد وقالك ان هو هيتصرف؟ ايوه. خلاص، المهم دلوقتي بقى نفكر هنعمل ايه بكره في عيد ميلاد سي جلجل. انا يا اختي وصيت له على التورته وجبت له هديته ومخبيها له، والزينه هعلقها في البيت النهارده، وبكره نقيد له الشمع ونعمل له عيد ميلاد ما حصلش. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله. 4 سنين مره واحده، والله عجزت وبقيت راجل اهو. قولي بقى، ابوك جاب لك هديه؟ جاب. ايه عجبتك؟ ايوه. طب وهديه ماما عجبتك؟ ايوه. طب وجده بقى هديته عجبتك ولا عجبتك؟ طب مش هاخد بوسه بقى؟ مش هاخد بوسه؟ ايوه كده يا والله كبرت وبقيت راجل، ربنا يديني طولة العمر واشوفك كده راجل مال وهدومك ان شاء الله. يا عم يا سلام، السنين بتجري يا ولاد. ده زي النهارده السنه اللي فاتت كنت انا وكامل بنتخانق مين هيبوس تامر الاول. الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه، كان راجل طيب، كان سكره يتحط على الجرح يطيب. يلا يلا ننفخ الشمع بقى عشان ناكل الطرقه. يلا. ها يلا هاتي. يلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Tamer. Happy birthday to you. يلا يلا يلا. ألف 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 مبروك يا حبيبة قلبي. طبعا يا حبيبتي، بكرة إن شاء الله أنا وعمو سعيد هنكون عندك. لازم طبعا، أمال مين اللي هيحضر حفل التخرج بتاعتي؟ ماشي يا حبيبتي. بقولك ايه يا لينا، الجو عندك في لندن عامل ايه دلوقتي؟ جو ايه دلوقتي؟ هات اكلمها. طب بقولك خدي عمو سعيد معاك. ماشي. ايوه لينا. يا حبيبتي الف الف مبروك. بقولك ايه، اعملي حسابك، احنا هنحضر حفل التخرج ونقضي معاك يومين وبعدين نيجي كلنا على هنا. ايوه. ايوه حبيبتي طبعا. طب يا حبيبتي اوكي، مع السلامه. مع الف سلامه. البنت كبرت يا سعيد وهتتخرج. الايام بتجري، بكره تتجوز وتخلف وتجيب لنا احفاد وتعجزنا. دي ايه؟ البيضه. البيضه. وده ايه؟ اللي لقاها. اللي لقاها. وده مين؟ اللي سلقها. اللي سلقها. وده مين؟ اللي قشرها. وده اللي قال عايز اكل حته من هنا من هنا من هنا. يلا يا تامر تعالى حبيبي. عايز تاخديه فين؟ هشطفه وغير له هدوم يا بيه. انا هشطفه وغير له هدوم وبعد ما نلعب، بس سيبينا لوحدنا. طيب حاضر يا بيه. مش كده ولا ايه؟ ها قول لي بقى، احكي لك حكايه. احكيها جد. طيب احكي لك حكايه الشاطر حسن. عارفها. عارفها. طب احكي لك حكايه ايه؟ حكايه علاء الدين. عارف برضو. عارفها. طب انا ما عنديش اي حكايه احكيها غير دول. احنا واخدينها كده في الكراسه. خدتها في الكراسه. يا حبيبي وحشتني وحشتني وحشتني. يلا عند مامي. يلا. ايوه طبعا طبعا، من لا احبابه ونسي اصحابه. انت حبيبي الكل يا عمي، والكل في الكل كمان. تامر اوعى تكون تشيل تعبت جدا. يا سيدي اتشاء ولا يتعبني، انتوا مالكم؟ انتوا خرجوا منها بس، مالكوش دعوه. حاضر يا عم. تعالى يا تامر، تعالى حبيبي اقعد معايا. تعالى 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 تعالى. قولوا لي بقى ايه اخبار الشغل؟ كله تمام ان شاء الله. مشروع عين السخنه هيتسلم الاسبوع الجاي. طب قول لي، المشروع بتاع دمنهور ايه اخبار الشغل فيه؟ زي الفل يا عمي، كله تمام الحقيقه. هشام انا ما كنتش فاكر المشروع ده هينجح النجاح ده كله، بس ما شاء الله كان عندك بعد نظر. الحمد لله يا عمي. وان شاء الله مشروع شرم الشيخ اللي رسي علينا هيكون فتحه خير يا عمي. ربنا يكرمنا يا اولاد. واعمل حسابك بقى ان انا وانت بكره هنسافر شرم الشيخ عشان نعين الارض اللي هنعمل عليها المشروع، ونروح المحافظه نخلص شويه اجراءات. وانا هسافر معاك ليه؟ ما انت وهشام اللي كنتوا هتسافروا. اصل يا عم معلش، انا مشغول جدا الاسبوع ده في الشركه، وطبعا مش هينفع اسيب الشغل هنا وسافر، واكيد مش هنسيب ميرفا تسافر لوحدها. بس انا ماليش مزاج للسفر،
انا قلت خلاص ارتحت من الشغل ووجع القلب، هترجعوا تشغلوني تاني؟ هما يومين يا عمي، نخلص مأمورياتنا ونرجع، وكمان حضرتك تغير جو. ماشي يا ست ميرفت، امري لله. حاضر. تروحوا وترجعوا بألف سلامة يا فندم. الله يسلمك يا مستر ناجي. بس ما تأخروش علينا كتير. لا هم أربع خمس أيام بالكتير وهنرجع ومعانا لينا إن شاء الله. إن شاء الله. بقول لك نفسي أكون معاكم في السفرية دي يا باشا. لا معي، قلت لك إيه؟ السفرية دي مالكش فيها. أوعى أسمع أي مشاكل وأنا مش موجود، فاهم؟ طمن يا باشا. الشنط طلعت؟ من بدري يا باشا. طمن يا باشا. يلا. مع السلامة. باي باي. هتقولي لي بأي خدمة يا استاذ ناجي؟ لا متشكر يا نسمة. احسن حاجه عملتيها انك خليتي هشام ما ركزناش في الجوده بتاع زمان. انا اللي قلت له يعمل كده يا عم. برافو عليك. من فضلك في اتنين صديق محجوزين من القاهره باسم هشام كامل. اه يا كان موجود في الحجز. اتفضل. يا حبيبتي ده مفتاح اوضتي، خشي استريحي شويه، انا كمان هستريح ونتقابل بالليل. حاضر. كده برضه يا جلال؟ كده انا مش قلت لك بلاش لعب كوره تاني؟ نلعب ايه بس؟ يا ابني نلعب اي لعبه تانيه غير الكوره دي؟ طب نلعب لعبه نطة الانجليزي ولا القطه العاميه؟ ايوه نطة الانجليزي، انا بحب اللعبه دي. يلا. هعمل ايه بقى؟ يلا نط من على ظهرك. ماشي يلا. واحد اثنين ثلاثة. انا الحق عليا اللي سمعت كلامك يا جلال. ايه ده؟ ايه اللي موقع عم لمع كده؟ وقعني يا ست وانا بلعب نطة الانجليز. كده برضو يا جلال عم لمع مش هيلعب معاك تاني. لا لا انا اقدر، ده ما اقدرش ازعل منه ولا العب معاه طبعا، ده جلال ده حبيبي صاحبي. طب يلا بقى عشان هتروح مع طنطة هاني. وانتي مش هتيجي معانا؟ لا انا لسه ورايا شغل هخلص واحصلكم بعد اذنك يا استاذ لمع. اتفضلي اتفضلي قوي. اهلا اهلا روح قلبي. مساء الخير يا عم، نمت كويس؟ نمت كويس قوي. انت نمت كويس؟ نمت كويس قوي يا عم. واول لما صحيت من النوم كلمت سكرتير المحافظه على طول، وعدني انه بكره الساعه 10 الصبح هيبعت لنا مندوب من المحافظه علشان نعين الموقع وبعد كده نعمل الاجراءات والتراخيص. الله الله، دي داخله حاميه قوي. طبعا يا عم الشغل عايز كده. قولي بقى، مش هتقوم يلا عشان ننزل نتعشى؟ انا عندي فكره ان احنا نتعشى هنا في السويت، ايه رايك؟ بكره هنصحى بدري اصلنا. والله فكره كويسه قوي. طب يلا هوضب لك عشوه بقى، تاكلي صوابك وراها. تعالي كده برضو يا جلال يا حبيبي، انا مش قلت لك بطل لعبه بالكبريت؟ انا كنت واخد بالي. برضو يا حبيبي كده ممكن تاذي نفسك. ايه اللي انا سامعاه ده يا جلال؟ هو انت كنت بتلعب بالكبريت في المطبخ؟ انا كنت بولعه وبطفيه شمع عيد ميلاد بس. غلط يا جلال، انا نبهت عليك ما تلعبش بالكبريت. اخر مره يا ماما. وما تلعبش بالكره في الشقه. حاضر يا ماما. طيب يا حبيبي خلاص خش العب في اوضتك. حاضر. انا قلقانه على الواد ده قوي يا تهاني. ما تقلقيش، العيال في سنه بيعملوا كده واكتر كمان. لا جلال شقي قوي وانا ما حدتيش غيره. يا اختي الحال صلى ونعم بالله. ايوه ميرفت، انا خلاص جهزت ومستنيكي تحت في اللوبي. طب يلا جهزي وحصليني، ما تتاخريش عليا. مع السلامه. الله الله الله. الكره دي بتاعتك؟ ايوه. انت اسمك ايه؟ اسمي جلال. طب هات الكره بقى. لا لو عايز تاخد الكره اديني بوس. بس انا ما اعرفكش عشان بوسك، وماما علمتني كده. جدع يا جلجل. معلش يا باشا احنا اسفين يا جلال، قلت لك بلاش لعب كره هنا، ماما لو عرفت كده تزعل منك. معلش يا باشا انا اسف لو يعني ضايق حضرتك او حاجه. ابدا ابدا مفيش اي مضايقه، ده ولا لطيف خالص. اتفضل يا جلال اتفضل، الكره بتاعتك. من ذوق حضرتك يا فندم. يلا روح كمل لعب. اتفضل. يلا بينا يا عم. ايه خلاص جهزتي؟ خلاص يلا بينا. اتفضلي. اطمن يا مستر سعيد، الشغل ماشي كويس قوي، الاشغال فول كباستي الحمد لله. احنا مش ناقصنا غير وجود حضرتك معانا. ايوه كده ترجعوا لنا بالف سلامه. حاضر تحت امر سعادتك. مع الف سلامه.
هي نسمة، معلش المكالمة قطعت حديثنا، كنت عايزاني في موضوع ايه؟ الاشغال يا مستر ناجي، حضرتك شايف قد ايه؟ ما انت عارف احنا في الهاي سيزون، واللي عرفت انه في حجزات كمان زيادة. مظبوط. والعمليات اللي تحت ايدي مش كفاية، ده عامل لي ربكة كبيرة قوي في تقسيم الشغل. اتصرفي يا نسمة، حاولي تظبطي الامور بطريقتك. والله بحاول يا مستر ناجي بكل جهدي، ده انا حتى بنزل وبشتغل بايدي، بس كمان مش ملحقين. خلاص يبقى لازم نعمل اعلان في الجرايد ونطلب عمليات للهاوس كيبنج. يا ريت يا مستر ناجي وبسرعة. حاضر يا نسمة، وهو كذلك. بقول لك يا جلال، بلاش حركات الاونطه دي معايا. بص انا ياما شلتك وانت عيل صغير، وياما عملتها عليا. عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت اللي عملته بقى، المهم يعني ما تتنصحش عليها بعد كده. صدقني يا عم، خليت نوت المره دي مش هوقعك. لا يا حدق قديمه، اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. يعني مش هتلعب معايا؟ ايوه، وكمان زعلان منك عشان لعبت بالكره جوه في وسط الناس. مسامح كريم بقى. ماشي يا عم جلال، وانا مسامحك. الو؟ ايوه نسمة. اه جلال معايا، وما تقلقيش عليه. لا عناية عليه طبعا، قلتلك ما تقلقيش. بصي خلصي انت شغلك خالص ورنيلي وانا هجيبهولك. لا والله ابدا، ده مسليني. جلال ده حبيبي صاحبي، الله يسلمه. عارف بقى يا جلال ايه ده؟ الواد راح فين؟ يا جلال يا جلال. الحقيقه ميرفت موقع الارض ومساحتها ممتازين. انا قلت برضو انها هتعجبك، وان شاء الله يا عمي المشروع هيكون هايل. كله ببركاتك ونفسك معانا يا عم. انا من رايي بقى تطلعي تغيري هدومك وتستريحي شويه. وحضرتك مش هتطلع؟ انا هنزل اتمشى شويه في الجنينه، ولما يجي ميعاد الغدا هطلبك. وهو كذلك يا عم. الله، ايه ده؟ وانت تاني يا سجلال، انت مصقصتني ولا ايه؟ غصب عني والله. خلاص يا سيدي مصدقك. عايز الكره بتاعتك؟ ايوه. طب هات بوسه. ما انا قلت لك ماما قالت لي ما تديش حد غريب بوسه، افهم بقى. خلاص خلاص، ما تتحمقش عليا قوي كده، خلاص فهمت. اتفضل ادي الكره بتاعتك اهي. متشكر. العفو. كلمت. جلال حاسب يا ابني، حاسب. خمسة جلال انا جاي لك، ما تخافش من حاجه، ما تخافش. جلال حصل خير، حصل خير، حصل خير. معلش يا باشا، اسفين والله العظيم، اسفين. معلش مفيش حاجه حصلت. مش هبطل شقاوه بقى يا اخي. مفيش شقاوه ولا حاجه، بس انتوا خدوا بالكم منه. حاضر يا باشا. عدل على سلامتك يا جلال. عشان كده يا باشا
كده يا مغلبني كده، ضمك هتبهدلنا. اتفضل اتفضل. كده برضو يا جلال، كده برضو عايز تحرق قلب امك. البركه في الكيست اللي كان موجود وشافه ساعتها، نط وراه بهدومه. كتر الف خير ويطلع من ده يا سلامه. لا ده راجل محترم قوي قوي قوي، وصل هو وبنته امبارح واللي عرفته انه نازل في سويت 37. يا سلام، ربنا يجازيه كل خير. والله انا كنت نازله اتمشى في الجنينه، لقيت رجلي خدتني حمام السباحه. ليك نصيب بقى يا عمي تنقذ الولد وتنزل وراه بهدومك. انا نطيت وراه بس عشان انقذه من الغرق. شكل الولد ده شقي فعلا يا عمي. بتعرفي ان هو بيفكرني بابنك؟ بقولك ايه يا عمي، انا هسيبك بقى عشان تغير هدومك وتنزل ورايا تحصلني عشان نتغدى. ها طب يلا تحت يا حبيبي، باي باي. فين انت؟ هحصلك على طول. اتفضلي يا حبيبتي. ايه نسيتي حاجه يا ميرفت؟ لا يا فندم، انا والدة الطفل اللي حضرتك انقذته في حمام السباحه، وكنت جايه عشان اشكر حضرتك.